الاستمطار هي عملية تجرى بإطار بحثي وفيزيائي معين، معني بتحديد السحب المستهدفة، وأيضا العامل الزمني مهم في هذا الجانب، وأيضا المناطق التي يمكن عليها الاستمطار. نحن الآن في المرحلة الثالثة، في نهاية المرحلة الثالثة من الاستمطار. هو صديق للبيئة ومعمول وفق الاشتراطات والمعايير المعمول بها في المملكة. الاستمطار شمل المناطق الوسطى والمرتفعات الجنوبية من المملكة، وهو يحقق أهدافه لله الحمد بالشكل المناسب.